السؤال السابع يقول السؤال: لدينا المثلث ABC إحداثيات رؤوسه A إحداثياتها 4.3 و B إحداثياتها 8.5. لدينا المستقيم الحامل للضلع BC يوازي محور السينات، يعني يوازي محور الفواصل، والمستقيم AC المستقيم الحامل للضلع AC يوازي محور العينات أو محور التراتيب، والمطلوب أوجد إحداثيي النقطة C. إذن لاحظوا معي جميعا، لاحظ لدينا المستقيم ABC، نعم المستقيم ABC A إحداثيات 4.3 و B 8.5، المستقيم الحامل للضلع BC يوازي محور السينات، والمستقيم الحامل للضلع AC يوازي محور العينات، أوجد إحداثيي النقطة C. طلاب بما أن المستقيم BC يوازي محور الفواصل ويمر بالنقطة P التي إحداثياتها 8.5، معناته المستقيم BC هو مستقيم أفقي معادلته Y تساوي Y الـ B، يعني واياته أو Y تساوي وايات النقطة، معناته BC المستقيم BC معادلته Y يساوي 5. لدينا المستقيم AC يوازي محور التراتيب، يعني ايش يقوله، ويمر بالنقطة A التي إحداثياتها 4.3، إذا فهو مستقيم معادلته X يساوي إكسات النقطة، نعم يعني معادلته AC نقطتين X يساوي الأربعة، وبالتالي نقطة تقاطع المستقيم BC مع المستقيم AC هي النقطة C اللي إكساتها 4 وواياتها 5. يعني بشكل تقريبي احنا على المستوى الإحداثي، إذا مثلا احنا هون رسمنا مستوى الإحداثيات طلاب بهذا الشكل، لاحظ هنا هذا هو محور الإكسات وهذا محور الوايات. لاحظ في المستقيم لدينا البي سي يوازي محور الفواصل، على سبيل المثال كان هاي النقطة بي تماما وهاي النقطة سي، ولدينا اي سي يوازي محور التراتيب، المستقيم اي سي يوازي محور التراتيب، نعم اذا هذا بيوازي محور الاكسات او السينات، والمستقيم هذا بيوازي محور التراتيب او محور الوايات، نعم لاحظ عندئذ المطلوب احداثيي النقطة B، الـ A معطات والـ B معطات، طبعا هذا هو المثلث الموضح لدينا بهذا الشكل، انظروا جميعا، لاحظ بما أن المستقيم BC يوازي محور الإكسات ويمر بالنقطة B 8.5، معادلته BC نقطتين Y يساوي 5، دائما المستقيم الأفقي معادلته Y يساوي عدد. المستقيم AC يوازي محور التراتيب، معناته معادلته ويمر بالنقطة A التي إحداثياتها 4.3، عندئذ فهذا مستقيم شو أقول معادلته X يساوي 4، لاحظ الـ AC والـ BC بتقاطعوا بالنقطة C اللي راح تكون إكساتها 4 وواياتها 5. واضح طلابنا؟ واضح طلاب حل السؤال السابع؟ واضح. نعم ننتقل إلى السؤال الثامن. لاحظ في المثلث، يقول السؤال الثامن في المثلث ABC حيث أن A إحداثياتها 4.3 و B 8.5، يعني المثلث السابق نفسه، و C إحداثياتها 4.5. انظروا جميعا في المثلث السابق ABC لدي A إحداثيات 4.3 و B إحداثيات 8.5 و C إحداثيات 4.5. نعم لاحظ عم يقول لي أثبت أن المثلث ABC قائم في C بطريقتين، أثبت أن المثلث ABC قائم في C بطريقتين. طبعا طلاب المثلث كان بهذا الشكل، لاحظ باعتبار أن البي سي يوازي محور الفواصل كان معنا بهذا الشكل، وإي سي يوازي محور التراتيب، أليس كذلك؟ يريد مني أني أثبت أن الزاوية سي زاوية قائمة،
مطلوب مني أثبت أن الزاوية سي زاوية قائمة. طبعا كان المستوى الإحداثي، المستوى الإحداثي طلاب كان بهذا الشكل، انظروا جميعا، هذا كان محور الإكسات وهذا كان محور الوايات، أليس كذلك؟ المطلوب أني أثبت أن المستقيم ABC قائم في C بطريقتين. طبعا لاحظ نحن إذا أمعنا النظر في هذا المستقيم، نعم لاحظ إذا أمعنا النظر في هذا المستقيم، نعم طلاب، نرى أنه متى يكون هذا المثلث قائم في سي؟ نعم متى يكون هذا المثلث قائم في سي؟ لو عدنا إلى السؤال السابق، لو عدنا إلى السؤال السابق قال لي أن بي سي مستقيما أفقيا وأي سي مستقيما شاقوليا، فإنهما متعامدين. وين راح يكونوا متعامدين؟ أريد الإجابة منكم بالنقطة سي. بالضبط، وعليه فإن سي تكون زاوية قائمة. انظر إلى الحل، لاحظ لدينا AC يوازي محور التراتيب، لدينا المستقيم AC، المستقيم AC يوازي محور التراتيب، يعني هاي محور العينات، والمستقيم BC الحامل للضلع BC يوازي محور الفواصل. نعم مو هيك كان السؤال اللي قبله، لأن هذا السؤال الثامن نفس السؤال السابق، واضح؟ AC يوازي محور التراتيب وBC يوازي محور الفواصل، وعليه AC يعامد BC، وعليه فإن المثلث ABC يكون قائم في C، وعليه يكون المثلث ABC قائم في C. مفهوم هذه الطريقة طلاب؟ اعتمادا على السؤال السابق، لأن هذا المثلث نفسه مثلث السؤال السابق. تمام، لدي AC يوازي محور التراتيب، BC يوازي محور الفواصل، معناته AC يعامد BC، معناته ABC قائم في C. هل توضحت؟ هل توضحت فكرة؟ نعم أستاذ. نعم، طريقة ثانية، بحسب مستقيم ميل الـ AC وبحسب مستقيم ميل الـ BC. لاحظ، يعني بقول حتى يكون قائم لازم يكون ميل الـ AC، نعم B، ميل بي سي يساوي ناقص واحد، ولكن هذه الطريقة ما راح نستخدمها. لماذا؟ لأنه باعتبار الـ AC مستقيم شاقولي، نعم فهو يوازي محور التراتيب، ميله غير معرف، وبي سي مستقيم أفقي يوازي محور فواصل ميله صفر. تمام طلاب، لاحظ هذا غير معرف وهذا صفر، يعني هاي حالات خاصة، لذلك ما راح استخدم هاي الطريقة. نعم ليش؟ لأنه مجرد قل لي أنه مستقيم AC شاقولي وبي سي شاقولي أنا أفيت بالغرض، ما في داعي أطبق الميل. نعم هاي حالة خاصة لها، لذلك سوف أطبق عكس فيثاغورس، الطريقة الثانية عكس فيثاغورس. طلاب هاي الطريقة هنا لا نستخدمها طريقة الميل، لأن أنا في عندي مستقيم أفقي وفي عندي مستقيم شاقولي. أنا بدي أطبق مباراة عكس فيثاغورس، متى يكون المثلث قائم في سي؟ لازم يتحقق AC للتربيع زائد B للتربيع يساوي AB للتربيع، يعني أنا لازم أثبت صحة هذه المساواة. يجب أن نثبت أن AC للتربيع زائد BC للتربيع يساوي AB للتربيع. طلابنا انتبهوا لي جميعا، الكل معي، لاحظ بحسب طول الضلع AC وبحسب طول الضلع BC وبحسب طول AB. طبعا طول الضلع AC، لاحظ أنا بدي AC للتربيع، فيني مباشرة طبعا بكتب تحت الجذر وبعوض والكل للتربيع، أليس كذلك؟ لاحظ AC XC ناقص XA يعني 4 ناقص 3 للتربيع، عفوا 4 ناقص 4 للتربيع، 4 ناقص 4 للتربيع زائد 5 ناقص 3
للتربية، وجميعنا يعلم أن التربية بروح الجذر، أليس كذلك؟ 4 ناقص 4 صفر للتربية صفر، 5 ناقص 3 هي طبعا 3 أليس كذلك؟ هون أنا عندي 3، 5 ناقص 3 2 للتربية 4، أحصل على 4 طلاب. هون التربية رواح الجذر. انظروا جميعا، لاحظ مثل ما شرحنا، قلنا حتى يكون مثلث ABC قائم في C يجب أن يتحقق عكس في سوغورس. العلاقة اللي كتبناها من شوي AC للتربية زائد BC للتربية يساوي AB للتربية، بحسب كل قيمة على طرف، بحسب كل قيمة لحاله، بشوف ايش بيطلع معي. AC للتربية هي تحت الجذر 4 ناقص 4 والكل للتربية زائد 5 ناقص 3 للتربية، حصلت على الرقم 4 مثل ما اتفقنا. التربية بيروح الجذر بنفس الطريقة BC وتساوي طبعا فتحت قوس تحت الجذر والكل للتربية، هي إحداثيات طول قطعة مستقيمة أو الجذر مسافي بين نقطتين في البحث الأول من الكتاب. لاحظ تحت الجذر نقطة AB x الـ c ناقص x الـ b زائد y الـ c ناقص y الـ b، 4 ناقص 8 والكل للتربية زائد 5 ناقص 5 للتربية. طبعا التربية هو نروح الجذر مباشرة، 4 ناقص 8 ناقص 4 16 16. إذا وصلنا إلى حساب AB. نعم طلاب، لدي قطعة مستقيمة AB، بدي AB للتربية. AB للتربية هي تساوي تحت الجذر طبعا إكس الـ B ناقص إكس الـ A للتربية زائد Y الـ B ناقص Y الـ A للتربية. انظروا جميعا، إكس الـ B 8 إكس الـ A 4، 8 ناقص 4 والكل للتربية زائد 5 ناقص 3 والكل للتربية. Y الـ B ناقص Y الـ A 8 ناقص 4، 4 للتربية 16 أليس كذلك؟ زائد 5 ناقص 3 2 للتربية 4، 16 زائد 4 والتي تساوي 20. نعم، الآن نعوض هذه القيم في أطراف العلاقة المطلوبة، وعوض هذه القيم في أطراف العلاقة المطلوبة. لاحظ الطرف الأول الواحد هو عبارة عن AC للتربية زائد BC للتربية، والذي هو 4. طبعا AC للتربية طلعت معي 4 والBC للتربية 16، 4 زائد 16 20. الطرف الثاني اللي 22. نعم، من عكس فيثاغورس أرى أن المثلث ABC قائم في C. واضح طلاب؟ واضح طلابنا كيف نثبت أن المثلث قائم؟ لحنا مشان نثبت أنه قائم في C، نعم، لازم نحسب ميل الـ AC وميل الـ BC. ولكن نحن باعتبار الـ AC شاقولي يوازي محور التراتيب والبي سي افقي يوازي محور الفواصل، ما منطبق الميل. نعم في هذه الحاله مجرد ما عرفت احدهما افقي والاخر شاقولي استنتج الزاويه القائمه مباشره. نعم طبقنا طريقه عكس فيثاغورس، وطبقنا الطريقه الاستنتاجيه من معطيات التمرين لاثبات ان المثلث قائم في سي. طلابنا راح نوقف هون اليوم.